واحد من النماذج المضيئة، بل هي من أكثر النماذج إضاءة في دنيانا وفي عالمنا الحديث. أنا كنت بتكلم لو تفتكروا الأسبوع اللي فات على العقول المصرية اللي منورة العالم بالمعنى الحرفي، إنها منورة العالم، وقلت لكم تحديدا على دكتور حاتم زغلول وزميله دكتور فتوش اللي عملوا لنا الواي فاي والتقنيات او التكنولوجيات اللي منها بقى في حاجه اسمها 3G وال تي اي، ولا كان 4G وال تي اي وما الى ذلك. وقلت لكم انه اهم استاذ روبوتكس في الولايات المتحده الامريكيه ان لم يكن من الاهم في العالم مصري، أهم أساتذة في الإنكريبشن أو أهم أستاذ في الإنكريبشن مصري، وهكذا. شوف بقى، أنا للدرجة دي مسعد والله العظيم. معانا على التليفون العالم المصري البارز النموذج المضيء اللي خلينا كده قاعدين فخورين بأنه مصري، دكتور حاتم زغلول. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك، متشكر جدا. إزاي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله، والله كله تمام جدا، وتشكر جدا على الاستضافه النهارده. لا هو احنا نطول يا دكتور؟ لا طبعا، شرف كبير ليه. شكرا. لا ده تواضع العلماء كما جرت العاده. دكتور حاتم، انا دايما كنت بقعد اقول احنا عندنا عقول مصريه هي واحده من ابرز، او مصر بتخرج لنا مجموعه من ابرز العقول على مستوى العالم. عندنا اساتذه ودكاتره مهمين زي دكتور حاتم زغلول وزي دكتور فتوش وزي اساتذه في الانكريبشن وفي الروبوتكس، ناس موجوده جوه كالتاك وناس موجوده جوه ام اي تي وناس في كندا الى اخره. انا محق ولا انا ببالغ يا دكتور؟ لا محق جدا طبعا، والحمد لله. يعني اللي انت ذكرتهم وغيرهم ليهم افضال كتير على اغلب التقدم العلمي الحالي والتكنولوجي. دكتور حاتم زغلول اتخرج من كلية ايه، جامعة ايه؟ كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم اتصالات. عظيم جدا. وايه اللي خلى دكتور حاتم سافر، وايه اللي خلى، او مش هقول ايه اللي خلى بقى، ازاي دكتور حاتم اصبح واحد من اهم النماذج العالمية في مسألة المزيد من التحديث في تكنولوجيا الاتصالات، زي ما كنت بقول الواي فاي، الفور جي، ال تي اي، وهكذا؟ الموضوع بسيط. يعني طبعا السفر كان اساسا لدراسة علمية، ويعني عملت الماجستير والدكتوراه في الفيزياء في كالجاري، وكانوا في مجال الكهرومغناطيسية، فكهرومغناطيسية واتصالات. طبعا عملت اتصالات لاسلكية، ميشيل كان عمل الدكتوراه بتاعته في الكودينج والموديوليشن، حاجات بقى في عميق الاتصالات. الخليط ما بين الاتنين جاب بقى التكنولوجيا اللي احنا عملناها. كنت بشتغل في شركة اتصالات هناك، والشركة دي حبت ان انا ساعدهم في النقل من الجيل الاول للجيل الثاني في الموبايل. درسنا التكنولوجيات المقترحه للجيل الثاني، وقررنا ان كلها وحشه، بمعنى ان السرعات فيها كانت قليله جدا. فقالوا لنا يعني انتوا جايين تقولوا لنا ان كل اللي احنا عملناه وحش؟ قلنا لهم اه. فدرسنا واقترحنا بقى التكنولوجيا اللي هي كان اسمها ال WFDM اللي اتبنى عليها الواي فاي وال 4G، وبعديها بشويه عملنا حاجه ثانيه اسمها مالتي كود دايركت سيكونس سبريد سبيكتروم، ودي اتبنى عليها ال 3G الحمد لله. طيب ده شيء رائع جدا. دكتور حاتم، لما يجي يقدم دكتور حاتم زغلول نصيحه للاجيال الجديده اللي موجوده في مصر علشان المزيد من التعلم، المزيد من البحث العلمي، المزيد من الترقي في الأبحاث، يقول لهم إيه؟ هو أول شيء طبعا يعني سيبك من الإحباط والكلام اللي هو الساذج، يعني إن إحنا دول متأخرة أو دول، لا إحنا طبعا العلم والدراسة بيفرقوا كتير، فاللي شاطر في العلم هيبقى شاطر في أي حتة، ده أول شيء. الحاجات التانية طبعا بقى اعمل الحاجات اللي انت بتحبها، يعني ولو انت طالب طبعا اتعلم انك تحب الدراسة. فاول شيء اعمل اللي انت بتحبه، تاني حاجة اعمله كتير، وتالت حاجة اخلص فيه. يعني لازم تبقى مخلص في الدراسة اللي انت بتدرسها او البحث اللي انت بتعمله، واخيرا ما تدورش على الفلوس. لما تعمل التلاتة الاولانيين دول الفلوس هتدور عليك. والفلوس دورت عليك يا دكتور ولا لا؟ الحمد لله الحمد لله، دورت كويس.
الحمد لله جدا. الحمد لله جدا جدا. دكتور، البعض يقول يا جماعه احنا ممكن ما نبقاش محظوظين بان احنا لما نتخرج من جامعاتنا اللي موجوده في مصر، ازاي هنقدر ندرس في جامعات في كندا ولا في امريكا ولا في بريطانيا ولا المانيا ولا كذا، وكمان الجامعات دي غاليه جدا. لا طبعا، يعني طبعا لازم نقول ان طبعا لو طالب متاخر في مصر هيبقى متاخر في كندا، طبعا. لكن لو طالب متفوق في مصر بيبقى متفوق في كندا بفارق شويه. يعني يعني مثلا ادي مثال، يعني ان لما رحت كندا كان لازم مثلا عشان تاخد الماجستير تعمل نص 6 هاف كورسز، يعني 6 نص كورسات يعني. ومفروض الناس بتعملها في سنه، سنه ونص. الحمد لله انا عملتهم في ترم واحد وخدت 8، مش 6. ما شاء الله. فيعني وكنت الاول عليهم الحمد لله. فيعني الفكره ان يعني الشاطر في مصر شاطر في اي حته. حلو جدا. المساله بتاعت العوائق الماليه، الطالب المصري يقدر يحصل على منحه لو هو متفوق، مش كده؟ طبعا طبعا، يعني بيبقى اقل الامام بيشيلوا المصاريف وبعديها بيدوا له. يعني في الجامعه اللي انا كنت فيها كان كل طالب ماجستير بياخد منحه، يعني فلوس يعني. طيب خليني اسال بقى السؤال الاخير، وانا مش رجل علم على الاطلاق، يعني هل اقدر ان انا مثلا وانا بصيغ السؤال اقول ايه هو احدث ما يعمل عليه دكتور حاتم زغلول الان؟ سؤال سليم طبعا. يعني احنا دلوقتي بنحاول ندخل الاتصالات في الدول او المناطق اللي ما فيهاش اتصالات بالمره. نص العالم ما عندوش اتصالات، او تقريبا نص العالم، 43 45% ما شافش ال 2G ولا ال 3G ولا اي حاجه من دول، يعني ما شافش الانترنت. والانترنت طبعا زي الميه والهواء والكهرباء، يعني لازم الكل يبقى عنده الحاجات دي. صحيح. فاحنا الحمد لله اخترعنا، يعني حطينا خليط من 3 تكنولوجيات، استعملنا 4G معدل سنه على الواي فاي، وعدلنا الواي فاي بحيث انها بيبقى بتشتغل بنفس القدره بتاعه الموبايل، وضفنا عليها البلوك تشين اللي هو اللامركزيه في المعلومات. والحمد لله الثلاثه دول نزلوا سعر الاتصالات حوالي 10 مرات. فبنبني شبكات حاليا في افريقيا في عدد من الدول الحمد لله. ايه اللي ممكن تبقى مصر محتاجاه دلوقتي علشان تطور من بنيتها التكنولوجيه في مجال الاتصالات؟ لا يعني الاتصالات، يعني لازم ان البلد تهتم بالاتصالات من ناحية انها مش رفاهية، يعني تقلل الضرائب عليها، تزود الاتصالات. يعني مثلا الفايبر في مناطق كتير، طبعا عندنا في جنوب مصر محتاجة فايبر اكتر، لازم المدارس كلها يخشها انترنت، الحاجات دي طبعا لازم تظبط اكتر، يعني لازم نشتغل عليها بقوة. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، وكان شرف ليا أن أنا أسمع صوتك وأنك تكون موجود معنا ولو على التليفون في البرنامج. أتمنى أن احنا نلتقي يعني وجها لوجه في يوم من الأيام، هيبقى شيء مشرف جدا بالنسبة لي. ألف 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 شكر دكتور حاتم زغلول. دكتور حاتم تاني هو وزميله أو رفيقه الدكتور ميشيل فتوش، خريجين الجامعة في مصر، سافروا إلى كندا لدراسة الماجستير فالدكتوراه، وهناك عملوا زي ما بقول لكم كده الواي فاي. ده بتعبير بسيط قد يخل بحجم الإنجاز الكبير اللي هم عملوا. لما أنا حتى سألت دكتور حاتم زغلول بقول له طب والفلوس دورت عليك، أنا شفت مرة تصريحات لدكتور حاتم زغلول وهو بيقول إنه ده بعد كده يعني الشركة بتاعتنا قدرت إنها توصل لها استثمارات تفوق الـ 2 مليار. ده بقى بالظبط اللي بيقوله الدكتور حاتم، اللي هو إيه؟ ما تفكرش في الفلوس وانت دلوقتي بتتعلم وانت بتعمل ابحاثك، فكر في العلم، الفلوس هتدور عليك.